الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي المحاضرة السادسة في سلسلة محاضرات المدخل إلى علم أصول الفقه، وهي موجهة إلى السنة الأولى. كنا قد ذكرنا في المحاضرة الماضية تقسيمات الواجب، فذكرنا أهم تقسيم معروف، وهو تقسيم الواجب باعتبار الوقت، ثم شرعنا في تقسيم آخر، ونتم في هذه المحاضرات التقسيمات التي لم نذكرها في المحاضرة الفائتة. كذلك نبحث بعد ذلك الحكم التكليفي الثاني، وهو الندب، ويشترك كل من الندب والواجب في أن الله عز وجل أو الشارع طلب الفعل من المكلف، أما الواجب فعلى جهة الجزم، وأما الندب فعلى غير جهة الجزم. المكتسبات التي نسعى لتحقيقها في هذه المحاضرة أن نقف على أن المصلحة من الأمور المعتبرة في التشريع الإسلامي، وهذا يظهر لكم جليا بإذن الله تعالى عندما نأتي على بيان الواجب العيني والواجب الكفائي، وكيف كانت المصلحة من وراء التشريع هي أساس التفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. كذلك من المكتسبات أن نقف كذلك على اختلاف المذاهب في الاصطلاح، وأن الاصطلاح قضية تخضع للاجتهاد وتخضع للمواضعة، وهذا ربما اختلف بين مذهب ومذهب، وهذا يتجلى عندما نبحث أقسام المندوب. التقسيم الثاني للواجب هو باعتبار تقديره. ذكرت لكم أن أكثر الواجبات مقدرة، كالزكوات، كالديات، كالصلوات، وهنالك ضرب آخر من الواجبات لم يقدرها الشارع، بل ترك التقدير للمكلف، وهذا يرجع، أعني عدم التقدير، إلى أن التقدير يختلف من حالة إلى حالة، فسد الحاجة مثلا ربما تختلف من حالة إلى حالة. فمثلا نقول إن النفقة الواجبة أوجبها الشارع، لكن لم يقدر الشارع قدرا معينا لها، بل هي موكولة ومرتبطة بسد الحاجة، فالحاجة قد تختلف زمانا ومكانا، وقد تختلف من شخص إلى آخر. لذلك إن حصلت الكفاية في تلك النفقة، يكون الذي وجبت عليه قد أتى بالواجب الذي قد كان في ذمته. التقسيم الثالث، وهو تقسيم الواجب باعتبار تعيين المطلوب. هل المطلوب في الوجوب معين أو مخير فيه؟ لذلك ينقسم الواجب بهذا الاعتبار قسمين، الواجب المعين والواجب المخير، الواجب المعين والواجب المخير. وأكثر الواجبات معينة كالصلاة والزكاة ورد المغصوب والحج وهلم جرا، جعل الشارع هذا الواجب بعينه، ولم يخيرنا بين فعل كذا أو فعل كذا،
بل عين الصلاة ذاتها، وعين الزكاة ذاتها، وعين رد المغصوب ذاته. أما الواجب المخير وهو أقل وجودا في التشريع، فهو ما خير الشارع في فعله بين أشياء حصرها، إما أن تفعل كذا أو كذا أو كذا. والواجب في الواجب المخير هو مبهم في تلك الخصال المخير فيها، في تلك الخصال المخير بينها. مثال ذلك كفارة اليمين، فإن الله تعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أي كسوة المساكين 10 مساكين، أو تحرير رقبة. فجعل الشارع في كتابه الكفارة في خصال 3: إما إطعام، وإما كسوة، وإما تحرير. فإن كسى ولم يطعم ولم يحرر يكون قد جاء بالواجب، وكذلك إن أطعم ولم يكسو ولم يحرر يكون قد أسقط الوجوب من ذمته. والواجب في هذه الخصال مبهم فيها، مبهم فيها. وهنا يذكر خلاف لسنا نعنى بتفصيله، وهو خلاف أبي هاشم الجبائي. تنظرون خلافه في هذه المسألة، هل التخيير ينافي الوجوب؟ تراجعون هذه المسألة في بعض كتب علم أصول الفقه، ويمكن أن تبحث المسألة في التطبيق أو الأعمال الموجهة. التقسيم الرابع وهو تقسيم الواجب باعتبار المطالب به. من المطالب به؟ من المكلف به؟ هنالك واجب عيني، أي كل مكلف بعينه واجب عليه أداء ذلك الواجب، ولا يجزئ أن يؤدي هذا الواجب غيره، بل كل مكلف يؤديه عن نفسه. أما الواجب الكفائي فالمنظور فيه ما هو؟ هو مصلحة الوجوب، مصلحة الفعل. أما المصلحة التي هي منظور إليها في الواجب العيني فهي تتعلق بعين كل مكلف، فإن حصلت المصلحة في الجماعة من الواجب العيني فهذه مصلحة بالتبع لا بالأصالة. أما المصلحة الأصلية فهي التي ترجع على عين المكلف، على عين المكلف. فالصلاة والصيام وغيرها من الواجبات هي واجبات عينية. الواجب الكفائي كما قلت لكم المنظور إليه في الشرع هو حصول مصلحة الفعل بصرف النظر عن فاعله، هل هو زيد من الناس، هل هذه الطائفة أو غيرها. هذا أمر ليس مما نعتني به، وإنما نعتني بحصول ماذا؟ بحصول الفعل وحصول مصلحته. فإن حصلت الكفاية بفعل طائفة من الناس كان هذا الواجب مرتفعا ولم يأثم الناس. أما لو انكف الناس عن الفعل بحيث لم يحصل الفعل ولم تحصل مصلحته، فإن المكلفين كلهم آثمون في تركهم فعل الواجب. من أمثلة الواجب الكفائي إقامة القضاء والإفتاء. غالب الصناعات أو الصناعات هي من قبيل الواجبات الكفائية. تحصيل الأمن في الأمة أمر أو واجب كفائي، إن قامت به طائفة
من الأمة وحصل الأمن في ربوع الأمة يكون الواجب قد ارتفع عن الجميع. صلاة الجنازة كذلك لو صلى بعض الناس على الميت المسلم فإن الوجوب يرتفع، فإن الوجوب يرتفع لأن المنظور في إقامة القضاء والإفتاء وتحصيل الأمن والصلاة على الجنازة هو تحصيل مصلحة الفعل المأمور به. هنا نذكر في آخر بحثنا للوجوب مسألة مقدمة الواجب، مقدمة الواجب. المقدمة هي التي تسبق الواجب، لذلك سميناها مقدمة الواجب. وهذه المقدمة هي التي تعرف بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما معنى القاعدة؟ القاعدة معناها إن تعلق الوجوب بذمة المكلف فصار المكلف مطالبا بأداء الواجب، وجبت مع الواجب الطرق التي لا يتم أداء الواجب إلا بها. إن كلفنا الله تعالى بواجب وتعلقت الذمة أو تعلق الوجوب بالذمة فإن تحصيل هذا الواجب قد لا يكون إلا من طريق بعينه، فذلك الطريق حتى وإن لم ينص الشارع على وجوبه يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك الحج، هو واجب وليس يحصل الحج إلا بالمشي أو الركوب ليصل هذا المكلف إلى البقاع المقدسة إلى مكة. فلذلك إن لم ينص الشارع على وجوب المشي أو الركوب يكون معلوما على جهة القطع أن التسبب للوصول إلى مكان الحج واجب. كذلك غسل الوجه، ليس يحصل استيعاب غسل الوجه إلا إن غسل المتوضئ أطرافا من الشعر، من شعر رأسه التي تحاذي وجهه، لأن استكمال الوجه كله غسلا لا يكون إلا بأن تدخل في الغسل أطراف الشعر الذي يحاذي الوجه، فيقال إن هذا الغسل غسل الشعر هو واجب من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نحرر القاعدة لتكون مبينة على وجوهها ولئلا يختلط بها ما ليس منها. ودائما نحن في مسائل العلم نجري على طريق تحرير محل النزاع، فنبين ما هو خارج عن محل النزاع وما هو داخل فيه ليقع الكلام على صورة النزاع الحقيقية. أول شيء، ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فليس واجبا، وهذا أمر بين ليس يخفى. كل ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف فإن التكليف مرفوع عن المكلف. ثانيا، ما ورد الشرع بوجوبه، لو كانت مقدمة الواجب قد جاء الشرع بإيجابها، هنا كفينا الأمر بمعنى أن الوجوب مأخوذ بالشرع وليس مأخوذا من القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالوضوء لا بد منه لصحة الصلاة،
والوضوء وجوبه لم يكن مأخوذا من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنما دليل الوجوب هو الشرع نفسه. محل النزاع هو في النقطة الثالثة، ما لم يرد الشرع بوجوبه بإيجابه من مقدمة الواجب، كإمساك جزء من الليل قبل الفجر ليقع صيام وإمساك المسلم صحيحا في ابتدائه، لأن المرأة لو استمر في الإفطار دون أن يجعل بينه وبين بداية وبين بداءة دخول يوم الصيام الفجر، لو لم يجعل زمنا معينا يكون كالجنة بينه وبين طلوع الفجر، لكان يمكن أن يستمر في فطره إلى أن يفطر في بداءة يومه، يعني بعد الفجر. كذلك غسل جزء من الرأس في غسل الوجه كما ذكرنا، فهنا يجيء محل القاعدة التي تقدم ذكرها. وهنا نذكر أمرا خلافيا واردا، ما هو هذا الأمر؟ بعض العلماء قال لا نسمي مقدمة الواجب واجبا شرعيا، وإن وجب الفعل لا بد منه، لأنك لن تستطيع إيقاع الواجب الشرعي إلا بهذا الطريق. فمقدمة الواجب واجبة لا بالشرع، وإنما من قبيل كونه ضرورة لإيجاد ما أوجبه الله تعالى بالشرع، وهذا مذهب الإمام الجويني في البرهان وابن العربي في كتبه. هنا ننبه إلى قضية قد يخلط فيها بعض الناس. القاعدة المتقدمة هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الوجوب قد ثبت في ذمة المكلف، لكن لو لم يكن الأمر واجبا والوجوب معلق بوجود سبب، رجل لا يملك مالا ليحج أو ليخرج الزكاة، هل يجب عليه أن يحصل المال ليزكي؟ لا يجب تحصيل السبب الذي به يقع عليك الوجوب. لذلك فرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به هذا فليس واجبا. ففرق بين ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب. هنا فرغنا من الحكم الأول وهو الوجوب أو الإيجاب. الحكم التكليفي الثاني هو الندب، والندب في لغة العرب هو الدعاء، يقال ندبتك إلى فعل أمر، بمعنى دعوتك إلى فعله. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يريد الشاعر أن الرجل من مازن، من قبيلة مازن، لو ندب قومه ودعاهم لنصرته في حرب فإنهم ينصرونه ولا يسألونه عن سبب النصرة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، وهو في هذا البيت يذم قومه لعدم نصرتهم إياه. وهذا البيت هو من جملة أبيات بدأ بها أبو تمام اختياره المعروف بالحماسة.
تعريف الندب اصطلاحا. الندب اصطلاحا في الاصطلاح الأصولي هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. لذلك حكم المندوب أن من فعله يكون مثابا، لكن التاركه لا يعاقب، لا يعاقب تاركه، لا يأثم. وهذا فرق ما بين الندب والإيجاب، فإن تارك الواجب يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الذم، يترتب عليه الذم. الآن نصير إلى القول في طرق الكشف عن المندوب. هنالك طرق كثيرة ومسالك عديدة للوقوف على أن هذا الفعل مندوب، وقد ذكرت لكم أن الطرق هذه ربما يزاد عليها في بعض كتب أصول الفقه. أولا، طلب الفعل المقترن بما يدل على عدم اللزوم. الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، لكن لو اقترن بالأمر ما يدل على عدم اللزوم، على عدم الوجوب، فهذا الأمر طلب الفعل يكون مفيدا للندب. كذلك الترغيب في الفعل، إن رغب الشرع في فعل أمر من دون أمر به، الترغيب في الفعل ببيان ثوابه من دون أمر به أمر وجوب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك ذكر الثواب على الفعل، ويكون الذكر ذكرا مجردا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، مدح الفاعل. كذلك من سبل معرفة أن ذلك الفعل مندوب إليه، بمعنى ندبنا الشرع وحثنا ودعانا لفعله على غير سبيل الجزم. كذلك فعل النبي صلى الله عليه، فعل النبي من دون قيام الدليل على الوجوب، الأصل فيه أنه دال على الندبية، لا سيما فيما تعلق بالقرب. الفعل فعل النبي فيما اتصل بالقرب. نعم، وهذه المسألة خلافية بين الأصوليين، فبعض الأئمة يقول إن فعل النبي صلى الله عليه فيما كان طريقه القرب يدل على الوجوب. هنا مسألة تذكر في مبحث المندوب أو الندب، يقولون: هل المندوب مأمور به؟ هنالك قولان مشهوران، الأول أن المندوب مأمور به حقيقة، والقول الثاني أن المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة. ما يطلق عليه المندوب؟ تجدون في كتب الفقه أن هذه رغيبة، أن هذا مستحب، أن هذا نفل، هذا تطوع، هذا من الإحسان، هذا سنة. كل هذه المصطلحات، كل هذه الأسماء هي من المندوب. فالرغيبة مندوب، والمستحب مندوب، والنفل مندوب، وهكذا. لكن بين هذه المصطلحات شيء من الفروق في كل مذهب. بمعنى، لو جئنا إلى مذهب الحنفية فنجدهم يفرقون بين السنة والنفل، كذلك في مذهب الشافعي، ثم يفسرون السنة بأنها كذا وكذا، وأن النفل هو كذا وكذا، وأن المستحب هو كذا وكذا، بحسب درجات تأكيده في الشرع. كل ذلك مندوب، لكن المندوب ليس في رتبة واحدة، بل المندوب في رتب متدرجة بحسب تأكيده في الشرع. بل في المذهب الواحد قد نجد شيئا من الخلاف في إطلاق هذه المصطلحات. مثلا عند الحنفية يقولون: سنة هدى كصلاة العيد والأذان، فإن التارك لصلاة العيد يستوجب اللوم والعتاب.
يستوجب اللوم والعتاب. وهنالك سنة مطلقة كالسنن الرواتب، وهي أخفض درجة من سنة الهدى أو سنة الهدي، هكذا قرأتها، سنة هدى. ثالثا النافلة، وهي أخفض الرتب عندهم. عند الحنابلة أو عند بعضهم قالوا السنة ما عظم أجره، والنافلة ما قل أجره، وبين السنة والنافلة الفضيلة والرغيبة، وهي ما توسط أجره. فتلحظون أنهم يرتبون السنة ثم الفضيلة والرغيبة ثم بعد ذلك النافلة. في المذهب المالكي هنالك خلاف في عدد هذه المصطلحات التي يشملها اسم المندوب وفي تفسير بعض هذه المصطلحات. وهنا نذكر ما بينه المازري المتوفى سنة 36 و500. وإن أطلق المالكية لفظ الإمام فينصرف إلى المازري، وأشهر كتبه في الفقه هو شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب. المقصود أن المازري رحمه الله قال إن هنالك سنة وهنالك فضيلة وهنالك ونافلة وفضيلة، سنة ونافلة وفضيلة. السنة ما أكد الشرع أمره وحض عليه وأشهره. دائما السنة التي هي في أول رتبة عادة ما يضبطونها بأنها مما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وأكد الشرع عليه، وأشهره وأظهره، ولم يكن في سره، بل كان بين الناس يبصرونه في أدائه إياه. وسموا كل ما كان في الطرف الآخر ما يقابله النافلة. وبين السنة والنافلة الفضيلة، بمعنى هي أخفض من الرتبة، هي أخفض رتبة من السنة، ثم يجيء بعدها النافلة، سنة ثم فضيلة ثم نافلة. وارجعوا إلى كلام الإمام الحطاب في كتابه مواهب الجليل، فإنه بين اتجاهات المالكيين في إطلاق هذه المصطلحات، فذكر كلام المازري وكلام ابن رشد وكلام ابن بشير وغيرهم. أحكام المندوب: المندوب هو مقدمة للواجب، فمن حافظ على المندوب كانت محافظته على الواجب قريبة، ومن فرط في المندوب كان تفريطه طريقا لتفريطه في الواجب. هنالك أمر يذكره الإمام الشاطبي كثيرا، أبو إسحاق الشاطبي: نحن عندما نقول المندوب نقصد المندوب دون نظر في العوارض، أما لو نظرنا إلى الأحكام الشرعية باعتبار العوارض فقد ينتقل الحكم من رتبة إلى رتبة، فالمندوب بالجزء ربما كان واجبا باعتبار آخر بورود عارض آخر لم يكن في الأصل. فلذلك عندما نقول هذا مباح هو بالاعتبار الأصلي، أما لو جاءت عوارض فقد ينتقل المباح إلى واجب، فإن الأكل أو الشرب مباح، لكن لو ترك المرء الأكل حتى أشفى على الهلكة صار الأكل والشرب في حقه واجبا. كذلك المندوب قد ينتقل إلى الوجوب بالنظر الكلي، فالأذان مثلا عند المالكيين سنة في كل مسجد، لكن لو أن أهل بلد تركوا بأجمعهم رفع الأذان ينقلب الأذان في تلك المحلة في ذلك البلد إلى الوجوب. قد زل لساني في محاضرة فائتة عندما ذكرت لكم
التفرقة بين الشاطبي الأصولي أبو إسحاق الشاطبي، وقلت لكم هنالك شاطبي آخر مشهور صاحب الشاطبية في القراءات، هو أبو القاسم الشاطبي المتوفى سنة 90 و500. هنالك مسألة أصولية تبحث في المندوب، وهي هل يلزم المندوب حال الشروع فيه؟ الأصل أن المندوب مندوب، لكن لو شرعت في المندوب صيام يوم الاثنين مندوب إليه، لكن لو نويت الصيام ثم شرعت فيه طلع الفجر وأنا قاصد إلى الصوم إلى صومه، هل يصير ذلك المندوب في ذمتي واجبا الإتمام؟ بمعنى لا يجوز في حقي، لا يجوز في حقي أن أفطر. هذه مسألة خلاف. أول شيء نحرر محل النزاع كما ذكرنا قبل، هنالك قضايا اتفق عليها، فقد اتفق الأئمة على وجوب إتمام الحج والعمرة، يعني من دخل في الحج والعمرة وجب في حقه الإتمام إن كان الحج مندوبا إليه، يعني حج غير الفريضة، إن دخل في الحج وجب عليه الإتمام. كذلك اتفقوا على عدم لزوم الصدقة عند الشروع فيها، فما لم تتم الصدقة فله أن يرجع. واختلفوا بعد ذلك في غير المسألتين المتقدمتين، فذهب الحنفية إلى أن المندوب يلزم بالشروع، وجماهير العلماء قالوا لا يلزم المندوب بالشروع فيه. وكان مما استدل به الحنفية قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالصائم عندما يبتدئ صيام نافلة لو جاز له ترك الصيام لكان مبطلا لعمله، وقد قال الله تعالى في كتابه ولا تبطلوا أعمالكم، فقد نهانا عن إبطال العمل، واستدلوا بأدلة غيرها ليس هذا محل بسطه. والجمهور استدلوا كذلك بكثير من الأدلة، أهمها أولا أن المندوب مندوب إليه ويبقى مندوبا إليه حتى بعد الشروع، فمن ادعى الفرق عليه إقامة الدليل. واستدل كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صح الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والشأن في الخبر هذا صحته. ثمرة الخلاف ما ذكرناه قبل، أن من قطع المندوب بأن أفطر في نهار يوم الاثنين بعد أن شرع فيه واجب في حقه أن يقضيه، واجب عليه أن يقضيه، هذا عند الحنفية. وأما عند الجمهور فليس ذلك بواجب. والجمهور أجابوا عن الآية التي ذكرها الحنفية، فقالوا إن قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ليست تدل على المسألة التي نحن فيها، وإنما المراد من إبطال الأعمال بالرياء أو بالردة. وهنا تلحظون أيها الأفاضل أن قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم آية في كلام الله في كتاب الله، وهي مقطوعة النسبة قطعي الثبوت، ومع ذلك فإن دلالة الآية مختلف فيها، فالحنفية استدلوا بها على المسألة هذه فقالوا يدخل في إبطال الأعمال إبطال ما شرع من المندوب إليه. أما الجمهور فقالوا إن المقصود من الآية إبطال العمل بالردة أو بالرياء، والحمد لله رب العالمين.